قال المهندس مجدي يوسف رئيس الجهاز السادس من اكتوبر ان العامل المصري يستحق كل الشكر والتقدير لانه رغم يوم عيده يقوم بتنفيذ عمله في مشروع 800 فدان للانتهاء منه في التوقيت المعلن عنه. يستحق كل الشروط وعامل بالفعل حجم المسؤولية. احنا دلوقتي موجودين في موقع 800 فدان اللي هو انشاء 40,000 وحدة سكنية، وانت عارفة ان في تكلفات من الوزارة ومن الهيئة عندنا بسرعة تسليم الوحدات للسادة المستفيدين، وبالفعل الكلام ده بيتطلب ان العمل يدر لمدة 24 ساعة. وزي ما انت شايفة العامل المصري حتى في يوم العيد بتاعه شغال بالفعل وشغال بحب وشغال باستمرارية وبكفاءة.